السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم الحرشه، كتجي شيشه وزوينه بزاف. يلا نحضروا المقادير والطريقه التحضير. عندي هنايا كاس نتاع العصير نتاع البرتقال، عندي كاس نتاع السكر، نص كاس من الزيت، عندي 3 نتاع كؤوس من السميد رقيق، عندي واحد ارزة والسكر فانيلا، وعندي واحد بيضة، القشور نتاع البرتقال، عندي معلقة كبيرة نتاع الكركم، والرشة من الملح. كنضيفو البيضة، كنضيفو عليه القليل من الملح، كنضيفو السكر، وكيس من الزيت، وكيس من الفانيلا، وكنخلطو الخليط مزيان. كنضيفو كاس من العصير، القشور نتاع البرتقال، معلقة نتاع كركم، وغادي نضيف السميد بالتدريج. كنضيف أرزة، كنجيب المول، راني دهنتو بالزيت ولا الزبدة. غادي نديرو في الفران وغادي نرجع معاكم بعد ما طابت ليا. عندي هنايا كوفيتير أو مركز نتاع المشماش، عندي هنايا كوكو كنضيفو عليه المركز نتاع المشماش، بعد ما زينتها هذا هو الشكل ديالو، ودرت له الاوراق نتاع النعناع. ثم اي شكل بغيتو تزينو به زينو به، كيبقى الاختيار ديالكم. وبالصحه والراحه حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو فراسكم بزاف، السلام عليكم.